هذا مشرك أصلي، هذا كافر أصلي، بل ولم يكتفي بكفره بل راح يصنع الآلهة الباطلة المكذوبة المدعاة ويبيعها للناس في الأسواق، ويخاطب ولده النبي المبارك الذي آتاه الله رشده منذ صغره يخاطبه بهذه اللهجة الحادة، ومع ذلك يرد عليه إبراهيم الخليل بهذا الأدب العالي، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فرزق الله جل وعلا إبراهيم ابنا بارا به كما كان بارا بأبيه على كفره وشركه، إذ أن البر والأدب مع الوالدين دين لا بد من قضائه في الدنيا قبل الآخرة، وثمرة لا بد من أن تجنيها في الدنيا قبل الآخرة. حسن الأدب ثمرة لا بد أن تجنيها أنت في الدنيا قبل الآخرة مع أولادك، وسوء الأدب مع الوالدين ثمرة حنظل مرة لا بد أن تتذوق طعمها أنت في الدنيا قبل الآخرة. ستبتلى بولد عاق، بولد سيء الأدب، بولد سيء الخلق، يسيء لك ويعاملك معاملة ما كنت تتخيلها قط، وربما تكون عزيزا في قومك، وربما تكون صاحب مكانة وصاحب منصب وصاحب مركز مرموق، ومع ذلك يسلط عليك ابن من أبنائك ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتبتلى بابن سيء الأدب. إن كنت سيء الأدب مع والديك فلا بد أن تجني هذا في الدنيا قبل الآخرة، وإن كنت مؤدبا مع والديك ستجني ثمرة أدبك مع والديك في الدنيا قبل الآخرة على يد أولادك، بل على يد أصغر أطفالك. سترى الأدب والبر في طفل من أطفالك لم يبلغ الثانية من عمره، وسترى سوء الأدب الذي كنت تعامل به والديك، سترى سوء الأدب في طفل من أطفالك لم يبلغ الثانية من عمره يتعامل به معك، فإذا ما شب ساء أدبه. اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، وفي لفظ اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي وعقوق الوالدين. البغي يعني الظلم، وعقوق الوالدين لا بد من أن تجني ثمرة ظلمك في الدنيا قبل الآخرة، ولا بد من أن تجني ثمرة عقوقك المرة في الدنيا قبل الآخرة. الظالم يؤاخذه الله جل وعلا بظلمه في الدنيا قبل الآخرة، فالله يمهل ولا يهمل. والعاق لوالديه والذي يسيء الأدب مع والديه يعاقبه الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة. نعم أيها الأفاضل، تدبروا معي، تدبروا معي. إبراهيم الخليل الذي عامل والده المشرك بهذا الأدب يرزقه الله جل وعلا بابن غاية في الأدب، بابن أنموذج فريد في الأدب. ما عرفت الدنيا نموذجا للأدب مع الوالد كما عرفت البشرية هذا النموذج من إبراهيم لأبيه آزر وهو على شركه، وكما عرفت البشرية من إسماعيل لأبيه الخليل إبراهيم. أي أدب هذا حين يأمر أو حين يطرح الوالد على ولده أنه يرى في منامه أنه يذبحه؟ يا إلهي، لم يقل إبراهيم الخليل لولده أنه يرى في المنام أنه يؤمر بإبعاده أو بإقصائه أو بحرمانه من الميراث إلى غير ذلك، بل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء وحي، مرتبة من مراتب الوحي أن يرى النبي رؤيا في نومه،
فرؤيا الأنبياء مرتبة من مراتب الوحي تأتي كفلق الصبح، فيقول الخليل إبراهيم لولده وفي سن يتعلق فيها الوالد جدا بولده، فلما بلغ معه السعي حين يشب الطفل ويكبر الطفل ويبلغ مرحلة عمرية معينة بحيث يخرج الطفل مع والده ويدخل الطفل مع والده ويكلمه الوالد وينادي عليه تعال يا إسماعيل اذهب يا إسماعيل، هذا سن يتعلق فيه الوالد جدا بولده، لا سيما إن كان الوالد محروما من الذرية كما كان إبراهيم، فلقد رزق الله إبراهيم الذرية بعد عمر متقدمة. نعم ربما جاوز إبراهيم 80 من عمره ثم رزقه الله تبارك وتعالى بإسماعيل وفي هذا السن. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا إلهي انظروا إلى الأدب، وأي أدب؟ قال هذا الابن المؤدب، هذا الأنموذج العالي الغالي في الأدب. قال يا أبت افعل ما تؤمر، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه. لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه. ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله. تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إلى آخر القصة المعروفة. أي أدب